فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وأنكر عذاب القبر وأجاز بناء المساجد على القبور، فهل يكفر بذلك؟ بلا شك، إذا أجاز بناء المشاهد على القبور وهو يعلم أن من بناها ملعون، الحديث الصحيح من بنى المساجد على القبور فهو ملعون، وأيضا هو من شرار الخلق عند الله عز وجل كما في الأحاديث الصحيحة، إذا كان يعلم بذلك فإنه يكفر. نعم.